السلام عليكم ورحمة الله أبنائي تلاميذ وتلميذات المستوى الخامس ابتدائي الفوجاني ألف وباء. نلتقي في درس جديد من الدروس المقدمة عن بعد في مدخل الاستجابة بعنوان صلاة العيدين. الهدف من هذا الدرس أن أتعرف صلاة العيدين، حكمها، توقيتها، عدد ركعاتها، خطبتها، أن أتعرف الخلاف بين صلاة الجمعة وصلاة العيدين، أن أجمع معلومات عن صلاة العيدين في حيي أو قريتي. إذن كما تعرفون لدينا نوعين من الأعياد، هناك عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هنا سنتعرف عن وقت أو على وقت صلاة العيد. يبدأ وقت صلاة العيد ربع ساعة بعد طلوع الشمس إلى زوالها. تقديم صلاة العيد أو صلاة عيد الأضحى ليتسع وقت التضحية، وتأخير صلاة العيد ليتسع وقت إخراج الزكاة. إذن فما هي صيغة صلاة العيدين؟ عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. إذن نستخلص من هذا الحديث أن صلاة العيد تكون قبل الخطبة وبلا أذان ولا إقامة. إذن وبعد ذلك تكون، إذن قلنا الخطبة، وفي هذه الخطبة يحث الخطيب على طاعة الله ووعظ الناس وذكرهم بأمور تخص دينهم. نمر إلى الحديث الثاني عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. إذن لاحظوا كيف تتم صلاة العيد. إذن فيكبر في المصلي في الأولى قلنا 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. إذن سنتعرف على صفة صلاة العيدين. يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها 6 تكبيرات أو 7 تكبيرات. لحديث عائشة رضي الله عنها: التكبير في الفطر والأضحى الأولى 7 تكبيرات، وفي الثانية 5 تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. إذن هنا سنتعرف على مكان إقامة صلاة العيدين. الأفضل إقامة صلاة العيدين في المصلى إلا في حال عذر من مطر ومشقة، وإن أقيمت في المسجد الجامع فلا بأس. ما يسن لصلاة العيدين؟ إذن سنن ومستحبات عيد الأضحى المبارك: الله أكبر، التكبير المطلق والمقيد، الذهاب للمسجد من طريق والعودة من طريق آخر، الأكل بعد صلاة العيد من الأضحية، الاغتسال، اصطحاب النساء والأطفال لصلاة العيد، التهنئة بالعيد وصلة الأرحام، التزين والتطيب لبس أحسن الثياب، أداء صلاة العيد وسماع الخطبة. إذن نمر إلى ملخص الدرس. صلاة العيدين سنة مؤكدة تؤدى في المصلى بغير آذان ولا إقامة،
وتكون قبل الخطبة، وهي عبارة عن ركعتين يكبر فيهما المصلي 7 تكبيرات، في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 6 تكبيرات بتكبيرة القيام. إذن لاحظ، فهنا يوجد فرق بين صلاة العيدين وصلاة الجمعة. إذن لاحظوا، فصلاة العيدين قلنا تكون من غير آذان ولا إقامة، وأيضا هي سنة مؤكدة عكس صلاة الجمعة فهي فريضة، وتكون صلاة الجمعة دائما قلنا تكون بآذان وإقامة وخطبة. إذن هذا كل ما يخص هذا الدرس، ودمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في درس قادم بحول الله.